واش هذا الاجل سنتين كافي انه يقوم باجراءات مثلا يدير دعوه في المحكمه او باش يثبت بان ذاك المحضر دار حقه مثلا ماشي مخالفه للبناء ربما كاين شونتي اما كما جاء على لسان السي عبد المجيد واش هاد واش ما تشوفوش بان كاين حيفه استاذ في هذه المده ديال سنتين واش هتكفي باش يثبت بان ذاك المحضر يتحرر في حقه راه يعني لا يمس جوهر ديال البنايه هذا السؤال الاول السؤال الموالي كما لاحظنا في العروض اللي شفنا ان الوقايه ان الممتد الوقايه المدنيه يعني ما لم يبقى بناء المرسوم التطبيقي رقم 475 يسلمان في الحد من يعني مخالفه البناء ويكرسان لربط يعني بدء ربط المسؤوليه بالمحاسبه للجواب على السؤال سوف نتطرق للاطار القانوني لتعمير البناء وكذلك العمل القضائي في اطار الانشطه التي تنتجها جمعيه المجزئين المنعشين العقاريين تم عقد لقاء تواصلي وتحسيسي مع منخرطي الجمعيه لشرح مستجدات ضابط البناء الجديد وخاصه المراسم الجديده 2/18/478 و2/18/577 وبالتالي تم استضافه الاستاذه فضيله سهام بن مسعود وكذلك ممثل العماله السي رشيد بن البكري وكذلك ممثل الجامعه الحضاريه السي عبد المجيد وكذلك ممثل الوكاله الحضاريه السي الحسناوي ادريس وتم التطرق لهذا المشاريع هذه المراسم الجديده والاجابه على مجموعه التساؤلات المنعشين العقاريين وبالتالي وصلنا لواحد الخلاصه واحد النتيجه ان جاء الوقت لاحترام القانون 100% وان وحسنا المنعشين العقاريين مدى خطوره عدم احترام التصاميم البناء وبالتالي فما نخليوش المراقب ديال البناء هو يجي يضبط المخالفه فمن الافضل اننا نحترموا القوانين نحترموا التصاميم وبالتالي تنكونوا احترمنا القوانين وكذلك تخلل هذا اللقاء عرض لممثل شركه ريباتيس اللي قام بعرض المنصه الالكترونيه رخص.ma وهي منصه خاصه بطلب رخص البناء والاصلاح والتسويه والهدم هذه المنصه ما هي الا ثمرات للتوجيهات الساميه لصاحب الجلاله في اطار تقريب الاداره من المواطن وتبسيط المساطير وكذلك مساعدة المستثمر على ربح الوقت لربما تكون واحد المرحلة انتقالية فيها صعوبة تطبيق هذه المنصة الإلكترونية ولكن احنا غادي نصبروا وغادي نحاولوا باش ننجحوا هذا المشروع لأنه مشروع مهم وخاصة أننا مهنيين وعامل الوقت تيشكل عنصر هام في الاستثمار في القطاع الإنعاش العقاري وشكرا. شكرا. إذا بالنسبة للمرسوم الجديد اللي هو 2/18/475 يتعلق بتحديد الإجراءات وكيفية منح رخص الإصلاح والتسمية له. بالنسبة لرخص الإصلاح، رخص الإصلاح هذا خلاه اختصاص ديال الجماعة. ما تشاورا على العمالة لأن هو طالب حضاري. ولكن إذا جينا نشوفوا من ناحية ديال المشاريع اللي يمكن إرخصها بحيث أن قانون 66/12 ذكرنا بأن أي تغيير في الواجهة راه خصو رخصة بناء. إذا أي حاجة اللي كتمس الواجهة أي تعليق او اي تغيير سواء في لافيكتاسيون ديال لوب ولا شي حاجه كيخصو رخصه بناء اذا سموح لنا الا بغينا نعيون بحثو غادي نجبرو بحنا حنا المرطو زلي الصباغه ويدرس هادشي اللي يمكن يدير في رخصه اللقاء ديال اليوم ياتي تبعا للمستجدات التي ظهرت في السنين الاخيره لا سيما صدور القانون 66/12 المتعلق بالتعمير والمرسوم بمثابه ضابط البناء اللي هو رقم 2/18/577 والمرسوم المتعلق برخص الاصلاح ورخص التسويه ورخص الهدم رقم 2/18/475 هذه المراسيم وهذه القوانين جات بمستجدات عديده اللي هي لاننا اول مره في المغرب كنسمعوا على رخصه الهدم رخصة الهدم اللي ما كانش عندها شي نص قانوني ينظمها من قبل بالإضافة إلى أن القانون 66/12 جاء بالعديد من المستجدات في ميدان الحكمة بحيث أصبح الآن المسؤولية واضحة طبقا لمبدأ ربط المسؤوليه بالمحاسبه الذي ينص عليه دستور 2011 ديال القانون 1290 اللي كان معمول به المسؤوليه كانت غير واضحه بحيث ان المسؤول على المراقبه كان هو
ممثل الجماعة وضابط الشرطة القضائية وممثل الجماعة وممثل الوكالة الحضرية والمفتشية ديال التعمير وضباط الشرطة القضائية. الآن أصبحت المسؤولية واضحة بحيث أن الجماعة أصبحت مسؤولة على التراخيص والوكالة الحضارية مسؤولة على الدراسات وضباط الشرطة القضائية والمراقبين المتابعين السيد العامل الأولي مسؤولين على المراقبة. إذن فبالتالي فإن المسؤوليات أصبحت واضحة وبالإضافة إلى ظهور العديد من النصوص الجديدة المتعلقة بضابط البناء اللي خطى واحد الخطوة كبيرة في ميدان ديال الشفافية وتبسيط المساطير والشفافية بحيث أن ضابط البناء منذ الظهور ديالو أصبحت الملفات تدرس بسلاسة وبطريقة شفافة وفي ظرف وجيز وأصبحت الوثائق موحدة على الصعيد الوطني، الشيء الذي لاقى ارتياح لا لدى المواطنين لا لدى المنعشين العقاريين والأمر اللي أدى إلى أن المغرب أصبح يحتل مرتب جد مشرفة في المؤشر ديال دوين بيزنس ديال تسهيل المعاملات بحيث رقى من المرتبة 128 إلى المرتبة الآلية 53. اليوم كنحضروا في هذا اللقاء اللي كيتكلم على المستجدات ديال التعمير وخاصة ما يخص الترسانة القانونية والمستجدات اللي جاب بها المشرع وفيما يخص التسوية وعملية الهدم. اللقاء كان لقاء مثمر في الحقيقة، استفدنا من مجموعة من النقاط ومجموعة من المداخلات خاصة السادة الحضور الكريم والمؤطرين ديال هذا اللقاء من منعشين عقاريين، ومشكورين من هذا المنبر على المجهودات اللي قاموا بها باش يسروا هذا اللقاء، كذلك الجماعة ممثلين ديال الجماعة ممثلين ديال الوكالة الحضارية ممثلين ديال العمالة وبالخصوص ممثلين ديال الجهاز القضائي. دونك كان نقاش مثمر تمكننا ان تكون عندنا نظرة شمولية على العملية ديال التسوية، وكذلك وضعنا نقاط على بعض المسائل يمكن لها تتطور في المستقبل باش يمكننا نكملوا القوانين الساري بها العمل نجري بها العمل. هو في الحقيقة ماشي هما ما يمكنناش نتكلموا على مشاكل، هما يمكننا نتكلموا على بعض النقاط اللي كتكون كيعاني منها المهندس المعماري في الممارسة، ولأن ما كاينش مشاكل اللي غادي كتوقف العملية ديال لا الترخيص ولا عملية ديال البناء ولا كذا. يعني هما بعض الإشكالات اللي هما هضرنا عليهم في الداخل، بحال مثلا في عملية ديال التسوية شنو هما النقاط اللي غيمكننا نمشيو ليها، شنو هما النقاط اللي يمكننا نأطروها، مثلا وقتاش درت هذه المخالفة، واش درت قبل المرسوم 475 ولا من بعد المرسوم. بعض النقاط كذلك كتخص رخصة الهدم، واش غادي دار فقط بشهادة ولا غادي يكون مكتب دراسات اللي غادي يواكب عملية الهدم. دونك هاد النقط اللي كت تأثر على عملية الترخيص وعلى عملية السيرورة ديال الهندسة المعمارية. شكرا. مرحبا على